ونبتدي من المعدة. التوتر والقلق والاضطراب بيترجم ازاي على المعدة وجهازنا الهضمي؟ التوتر كما نعلم أو القلق أو الخوف أو الحزن العنيف كان زمان عندنا مجموعة من الأمراض منفصلة عن بعضها، يعني الأوهام والتهيؤات كان مرض تاني آخر اسمه الشعور الحقيقي بمرض غير موجود، فلموا كل هذه الأمراض النفسية حطوها في الأمراض الحسية الجسمانية المرضية. هذه الأمراض بتبقى شاغلة صاحبها، هو مش مريض بمعنى الكلمة، ليس مريض عضويا بجد، لكن هو طول الوقت عنده في مدة زمنية أكتر من يعني مستمرة معاه 3 شهور متصلين أو 6 شهور على مدار السنة، ومأثرة على عمله ومأثرة على حياته الأسرية، وطول الوقت هو عامل إجهاد للنظام الطبي أو بيصرف فلوس على الدكاترة، رايح كل يوم لدكتور علشان هو مش مصدق إن هو مش مريض، هو تعبان وموجوع هو حاسس ومش عارف بأعراض إيه. عضوية هو يشعر بهذه الأعراض، هي أعراض حقيقية لمرض غير موجود. طيب الكلام ده بيحصل إزاي؟ هل في عندنا أمراض بتعمل هذا الكلام؟ طيب الحزن بشكل عام أو القهر بيعمل لنا 4 حاجات. في حاجة من تخصص الدكتور سامح الأفاص، حاجة اسمها متلازمة القلب الحزين، ضعف عضلة القلب، وهنسيبه يتكلم عليها، حاجة اسمها تاكوتسوبو كارديومايوباثي. طب اللي يخص المناعة هو بيضعف حاجة اسمها الانيت اميونيتي، بيضعف المناعة الذاتية اللي هي أهم وبيعمل فيها خلل كبير جدا وليها طرق للحفاظ عليها. دي مع دكتورة أمير. مع الدكتورة. في جزء اللي هو بيخص الجهاز الهضمي، ألم البطن، آلام البطن. طيب في حاجة تانية غير ألم البطن، لأن ألم البطن دي جزء واسع جدا، بيعمل لنا قرحة معدة وقرحة 12. كل ده الحزن وقرح الفم. قرح الفم الحزن، ودي الحاجات اللي بقى الملموسه بالايد. اما رابع حاجه في الطب هو بيعمل لنا حاجات غريبه جدا، في حاجه اسمها التهيؤات اللي احنا كنا بنحكي عليها مبدئيا في الموضوع. اشهر مثال في الدنيا مرض هنسيب الدكتور احمد عبد العليم يتكلم عليه، هو نفس جسماني، ست اتعرضت للصدمه نفسيه، ايديها اتشلت وبقها اتعوج وعندها اعراض الجلطه، بس هي سليمه، كشفنا عليها لقيناها سليمه زي الفل. ده حاجه اسمها conversion disorder. الناس اللي عندها في امراض بقى مناعيه اخرى طبعا، زي وفي امراض بقى، في امراض توتر اللي هي امراض الهلع وخلافه. لكن فيما ياثر بال 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 بالمعده والبطن والقولون، الم في البطن، بس لابد ان انا علشان بس ممكن يبقى في اضرار. لا أضرار حقيقية، لا الأضرار المرضية الحقيقية هي قرحة المعدة، قرحة ال 12 وقرحة ال 12. مش أمراض حقيقية، دي كوارث. لا ما هي في النهاية يعني مش هنصل إلى مشاكل كبيرة. الوفاة قصدك؟ مش هتأدي إلى الوفاة. لكن الوفاة هتبقى عند الدكتور سامح. طيب خلونا نروح، خلينا نروح للدكتورة أمال. الحزن الشديد ممكن يؤدي إلى نقص رهيب في المناعة الذاتية، innate immunity، وممكن تطلع لنا أمراض إحنا ما كناش متوقعينها، وناس تقول تظهرها. والله ده كان وراثة بس من كتر الحزن حصل له كده. يعني إيه الكلام؟ هو بصي، الإجهاد الحقيقة سمة مهمة جدا بالنسبة في التخصص بتاعنا. الإجهاد النفسي. النفسي والعضوي. والعضوي ده موضوع تاني. الاثنين، لان دلوقتي احنا عندنا لما يكون في مريض عنده حالته المزاجيه مضطربه، في اكتئاب او في انكزايتي او في توتر، كل ده بيلخبط الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ربنا خلقه في حاجات اللي هي زي الجاردز بتاعت المناعه، لما بقى في مشكله تزود او تقلل على حسب احتياج الجسم. لما يكون في ضغط نفسي او اجهاد عضلي شديد، تبصي تلاقي المنظمات دي تختل، فيبتدي عندنا في زياده او نقص في افرازات المؤثرات اللي بتنظم المناعه بتاعت الجسم، ويبتدي عندنا يكون امراض مناعيه. لو بصيتي على كل الامراض المناعيه، واحده من الاسباب دي يقول لك الاسترس. الاسترس النفسي دايما كتير جدا بيكون هو الانسلت الاولانيه اللي تبتدي اللخبطه كلها اللي بتجر وراء الخيط اللي بيجر الكل. وكمان بيبقى عندنا كمان في الاجهاد النفسي والعضلي ان المريض ما بينامش كويس،
ده في حد ذاته السايكل بتاع عدم النوم دي في حد ذاتها ممكن تعمل لنا مشاكل كتير جدا. المريض يصحى مجهد، يصحى تعبان، مش قادر يقوم من السرير. ومن الحاجات المشهوره جدا متلازمه التوتر العضلي اللي هي الفايبرومايالجيا. المريض مهما نام ومهما صحي يقول لك انا تعبان ومش قادر اتحرك وكل حته في جسمي بتوجعني. وكمان الاجهاد النفسي والاجهاد العضلي الاثنين بيؤدوا الى لخبطه في الايض. الايض اللي هو الميتابوليزم الحرق، الميتابوليزم الحرقي يلاقوا لما يكون في ستريس جامد قوي يفرز ماده اسمها كورتيزول. والكورتيزول ده بيبقى من اسباب اللي يخلي عند الستات يبقى في سمنه وفي توزيع دهون بشكل خاطئ. تلاقي يبقى في دهون في منطقه البطن والظهر اكتر من التوزيع العادي بتاع الجسم. فكل ده بيبقى بسبب الستريس النفسي. وفي نفس الوقت الامراض الروماتيزميه المناعيه بتؤدي للديبرشن والانكزايتي والستريس. يعني هما الاثنين يعني هما بيوصلوا لبعض، لوبس بيوصلوا لبعض. وانس ان بيحصل اي مشاكل في المفاصل او اي امراض، يعني مثلا الذئبة والروماتويد بيوصل للمرضى عندهم اجهاد نفسي واجهاد جسماني ل 80%. المريضه ممكن تلاقي كل مفاصلها اتحسنت وكل الاعراض اتحسنت، لكن مازال المشكله الاساسيه ان الاجهاد موجود، لسه الستريس موجود.